شو عم تحكي يا ابو شوكات؟ متاكد من هذا الحكي؟ ان الله ما كذبني، كل شيء شاكك فيه من ناح ابو جودات مزبوط، لانه مثل ما سبق وقلت لك انا واخي معتز بزماناتنا مقوصين عليه. ايوه، يعني هذا ابو جودات واحد داهي مو سهل منوب. اعوذ بالله، هذا حي من تحت تبن بيلعب على الهسي. اسالني عنه، بس انا كل شيء اكل همه يا سيد مأمون. اخي معتز خايف يورط حاله بشي ورطه بعد ما بلشنا نشك انه ابو جودات هو ممكن يكون ورا الحكايه. لك يا عصام، اللي عم تقوله لساته كله شك بشك، ما حدا متاكد منه، ولو كنت انت ومعتز متاكدين منه كنت بفرجيك شو بعمل بهذا الضراب السخن اللي اسمه ابو جودات. قسما بالله كنت بعمله عبره لكل اهل الشام. انا لازم لحق اخي معتز قبل ما يعمل له شي عملي. ايه مزبوط. اسمع لك، خليك قاعد تكي ولا شغلك. شو صار بالقهوه فريالو؟ ضيف ملبس بين ما رجع لك. يسلموا ايديك على القهوه. انا رح اغير اوعيه النار. اهلين وسهلين صهري. ان شاء الله نهارك عربي بالف الصلاه وعلى النبي. هيك ها؟ دايم الدوم ابقى طلطل علي. مشان الله ما تواخذيني مرت عمي.